الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فذكر بالقرآن من يخاف وحيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل قال ذرة شر يره.